ايه بتنضف بالطريقه دي. دي كده يا جدعان مش صحيه، دي كده باظت والله. الم حقه منين يابا؟ ده الشبكه ب 300 جنيه. انا اسف يا جدعان على الالفاظ اللي هتسمعوها، بس هو يستحق اكتر من كده. ملحوظه، الراجل ده شغال لوحده، بيجيب بضاعه يبيعها مع نفسه، ماليش فيه بيقف في حته تانيه. زي ما انتم شايفين واحد من ضمن المعفنين جايب كرشه من اللي بتنضف من غير ميه سخنه اهي. الناس بتقول دي بتبقى سهله في التنظيف على اساس ان هم ايه بقى معلم، بيقولك بنحطها في الكيس ونسيبها بره الثلاجه لمده 10 ساعه ولا معرفش 5 ساعات ولا قد ايه، بتنضف بالطريقه دي. دي كده يا جدعان مش صحيه، دي كده باظت والله. اي كرشه بتطلع من غير ميه سخنه كده باظت. انا بقول لكم عشان خاطر انتوا بتقولوا لي في التعليقات حط الكرشه في الكيس وسيبها في الشمس لمده نص ساعه او ساعه تلاقيها بتنضف معاك اهو. ده واحد ما بيعرفش في البضاعه، ما بيعرفش ينقي البضاعه. بس انت برضو واحد من الناس المفروض تعرف برضو ان لو الكرشه بالطريقه دي ان انت تكحتها بايدك كده تلاقيها بتطلع معاك، تبقى دي خلاص قعدت وقعدت وقعدت وخلاص شلحت. لما بتقعد بتشلح، فالشلحان ده بيثبت ان هي اجسام باتت، الوسخه قعدت فيها فتره كتيره. المهم ان هي مش صالحه، خلاص تبقى مش صالحه، مسخه الله اعلم. المهم ان انا ما اكلهاش، فمش عايزك انت كمان تاكلها. والراجل ده قلت له يا حبيب القلب الكرشه ديت ما ينفعش تبيعها، قررتها ومفيش فايده. يعني انا قلت له ما ينفعش تبيعها. وعامه يا عم شوف الحته الصغيره ديت، الحته اللي جايه دي صغيره قوي. اسمع وقالي كده، اسمع حبايه حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ياكل الناس حاجه مش صحيه. الطماطم بيرمي الطماطم البايظه، اشمعنى انت ما ترميهاش؟ الم حقه منين يابا؟ ده الشبكه ب 300 جنيه. ب 150 جنيه زودتها بضعف. ب 150 جنيه الشبكه دي كلها يا جدعان. بيكسب فيها كام بقى هو؟ بيكسب فيها معلم معدل نصها. نص حقها يبيعها ب 300 جنيه. بس خلي بالك برضه يعني يا معلم، يا لم حقه يا ما لموش. يعني وصاحب البضاعه ما برضاش ياخد المحصي. طب هنعمل ايه؟ ناكله واحنا ناكله للزباين. ايوه صح، اكله للزباين. وان شاء الله تلاقي الناس دي تاكل عيالك حاجه زي كده ان شاء الله. هو مش باين يا جدعان، مش عارف ابينه لكم ازاي. وده برضه فيديو قديم شويه ليا ان انا برميه، كنت مصوره بس كده. شوف البايظ يا جدعان برميه، ومحدش يقول لي انت بترمي نعمه ربنا على الارض، عشان ما ينفعش اروح ارميها لهم هم في المذبح ويبيعوها تاني. تمام اهو، انا برميه مش ببيعه. اتقوا الله فيا شويه، واحسن حاجه انك تعمله كده عشان خاطر ايه ما يتاكلش تاني. السلام عليكم. يلا سلام. السلام عليكم.